بعام من الخلافات والمناكفات السياسية أبصرت الحكومة الجديدة النور بعد عبورها نفق التوافق في ظل ظروف صعبة تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة. عام كامل مر على العراق بدخوله نفق الانسداد السياسي، نور بات واضحا للجميع بعد اختيار حكومة جديدة انبثقت من رحم التوافقات ما بين الكتل السياسية، كابينة توافقية اختيرت من قبل ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان باختيار 21 وزارة. احنا نطمح ان شاء الله تكون في شيء جديد يقدر السودان الرجل انه يقوم بالعراق بشكل اجمل وافضل باعتبار هو رجل نزيه حسب معرفتنا له. التداخلات اللي صارت بالانسداد بداية لحد الان، دخول التيار الصدري وخروج التيار الصدري بوضعية غامضة. انتخابات مجالس المحافظات بند طرح في المنهاج الحكومي لإجراء انتخابات المجالس بعد عام من اختيار الحكومة، اختبار صعب لمعادلة رفضت من قبل كتل سياسية ناشئة، خصوصا بعد توقف العمل بمجالس المحافظات منذ العام 2019 بعد احتجاجات تشرين. الحكومة الحالية بعد ما معروفة حقيقة، حكومة غير معروفة، تمر فترة 6 أشهر 7 أشهر ممكن سنة يلا تبين ثمارها. يعني هسه حكومة بعدها بداية نشأتها، يعني فالشعب يريد إنجازات. 6 أشهر مدة أعلنها السوداني لاختبار حكومته ووزرائه أمام منعطف إدارة الدولة في ظل الظروف الصعبة والاختبارات المتعددة. اختبار حقيقي وضعت به حكومة السوداني أمام الكتل السياسية والمواطنين لتنفيذ بنود المنهاج الوزاري خلال المدة المعلن عنها. زيد الشهيب، رابعة بابل.